من السيارات اللي راح تعرض في صفقة كادلك ديفيل موديل 1968. صورنا لكم السيارة بالكامل، هذا الفيديو مختصر، الفيديو التفصيلي تجدونه على حساب صفقة أو على قناتنا في اليوتيوب. موديل 1968، اللون أبيض، داخلية أحمر جلد. نوريكم السيارة، هنا خلفية السيارة. طبعا يوجد مكيف، إزاز كهرب. نوريكم داخلية السيارة، ما شاء الله تبارك الله، ديكورات، لا يوجد أي ملاحظات. هنا داخلية السيارة، كتيبات السيارة كذلك موجودة. هنا المقاعد الخلفية، وأي سؤال أي استفسار حياكم.